أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، مع نموذج جميل من نماذج تحدي العراق. صديقتنا الجميلة كدايا بتر في عهد الساقية. صديقتنا الجميلة فقدت أهل ساقيها، لكنها بقوة إرادتها وعزمتها قدرت تتغلب على إعاقتها وتتعايش معاها وكونت صداقات من أصدقاء آخرين ليهم نفس الظروف يجمعهم قدر واحد. أصدقائنا من ذوي الإرادة يخرج بكل شجاعة لمواجهة المجتمع على ساق واحدة مركزين أو أحيانا بالأطراف الصناعية، يعيشوا حياتهم يستمتعوا بها بالطريقة المناسبة ليهم. بقوة إرادتهم وعزيمتهم قدروا يتغلبوا على إعاقتهم، قواهم طاقة وبقوة إرادتهم نجحوا في تحويل الطاقة إلى إعاقة لطاقة. أتمنى اليوم حياة سعيدة.